بفضل الله ومنته علينا وعليكم يكون الحديث في هذه الجمعة الطيبة المباركة عن عفو الله جل وعلا وشدة الاحتياج إليه، لنتعرف سويا عن ماهية عفو الله وعفو الناس، وما فائدة ذلك، وما الفرق بين العفو والمغفرة، وما يعود على العباد من عفو الله جل وعلا. أحبتي في الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز بعد أن وصلت الأمور إلى أدناها وأقصاها، أراد أن يعلمنا كيفية العفو فذكره في كتابه العزيز، فقال جل شأنه: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وقال أيضا: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقال أيضا: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. من هنا أيها الأحبة في الله، عندما يقول رب العزة جل وعلا في كتابه العزيز عفوا، نعرف بأن الله جل وعلا له اسم من أسمائه الحسنى وهو العفو. والعفو والعفو هو الذي يصاف، يسامح، ويمحو ويزيل. كيف يكون ذلك؟ العفو ذكر في كتاب الله 25 مرة، ولفظ العفو لله جل جلاله 5 مرات، منها أن الله جل وعلا يقول لعباده: أنني عفو غفور. يأتي بعد العفو المغفرة وبعد ذلك القدرة. يبقى 4 آيات: عفو غفور، آية واحدة بس عفو قدير، لأن الآية التي فيها القدرة تستلزم القدرة. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، قادر على كل شيء. عفو، يعفو، يمحو، يزيل، يسامح. كيف ذلك؟ لننظر سويا إلى الله جل وعلا في كتابه العزيز وهو يذكر العفو، نجد أن العفو يختلف عن المغفرة. لذا السيدة عائشة تقول: يا رسول الله، لو أني علمت ليلة القدر، أي ليلة، ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. لماذا اختار العفو الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يختار المغفرة؟ المغفرة هي ستر الذنوب، ومغفرتها إلا أن آثارها تكون باقية. يبقى المغفرة إن ربنا بيغفر الذنوب للعبد، إنما الذنب باقي كما هو، مكتوب على العبد كما هو، والمولى جل وعلا يغفره له. لذلك يأتي العبد يوم القيامة فيقف أمام ربه فيقول له: يا عبدي، أتذكر هذا الذنب في يوم كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتذكر هذا الذنب؟ فيقرره، كلما يقرره بذنب يقول: نعم يا رب. فيقول له المولى جل وعلا: أظلمك كتبتي أو حفظتي؟ قال: لا يا رب. قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وسأغفرها لك اليوم. يبقى الذنب باقي في الصحيفة بتاعتك زي ما هو، ولكن الله سيغفر هذا الذنب. يبقى ده الفرق بين المغفرة والعفو، أن الذنب يغفر للعبد ولكن آثار الذنب باقية.
ويقرره المولى جل وعلا بهذا الذنب ويغفره له. أما العفو فإن الله جل وعلا يمحو هذا الذنب نهائياً ويتم إزاحته، فلا تتذكره ولا يتذكره العبد ولا الحفظة. إزاي؟ يبقى العفو هو إزاحة الذنب نهائياً، الذنب يمحى ينسى حتى الحفظ اللي كتبوه ينسوه. ولذلك يأتي العبد يوم القيامة ينظر في صحيفة أعماله فلا يجد فيها عمل سوء، فيقول: كيف ذلك يا رب، قد فعلت كذا وكذا وكذا. فيقول له المولى جل وعلا: لقد عفوت عنك في هذا الذنب، فلا يوجد ذنب في صحيفة سيئاتك. يبقى العفو هو محو الذنب نهائيا، مش موجود، لا العبد يفتكره ولا الملائكة تفتكره، وتزال آثاره نهائيا، يعني كأن شيء لم يكن. من هنا ننظر إلى سيدنا يوسف عليه السلام عندما نظر إلى إخوته وقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. نيجي في الحتة دي نلاقي سيدنا يوسف لسه متذكر الذنب بتاع اخواته معاه، انه قال لهم ايه؟ يغفر الله لكم. يبقى المغفرة، يبقى الذنب باقي زي ما هو، بس ربنا غفره، انما الاثار باقية زي ما هي. يبقى يغفر الله لكم، يبقى لسه ما زالت اثار الجريمة زي ما هي. لما نجي بعدها بكم آية قال سيدنا يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. خدوا بالكم، ما قالش إذ أخرجني من الجب أو من البئر، ده قال أخرجني من السجن، يبقى نسي حتة أو موضوع البئر دي خالص. يبقى هنا عفى سيدنا يوسف عن إخوته في هذا الأمر. ليه؟ لأنه لم يذكر ما فعلوه، قال أخرجني من السجن، ولم يقل أخرجني من البئر أو من الجب. يبقى لو قال لهم وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر وجاء بكم من البدو، يبقى لسه ما زال لحد النهارده فاكر، إنما هو نسي نهائيا هذا الأمر وتناساه ومحاه، وهنا عفى عن إخوته. يبقى العفو هنا أتى متى؟ في نهاية المطاف، لأنه لم يذكر هذه الجريمة. يبقى العفو هو محو الشيء نهائيا، وعدم تذكرته أو عدم ذكره نهائيا. لذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فبكى، ثم قال: سلوا الله العفو والعافية، فإنه لم يعطى أحد بعد اليقين أفضل من العافية. اسألوا ربنا العفو واسألوه العافية. وسيدنا عمر، سيدنا عبد الله بن عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين يمسي وحين يصبح، يعني كل يوم في الصبح وكل يوم في المساء، يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ومالي ودنياي وأهلي، اللهم آمن روعاتي، اللهم آمن روعاتي. شوفوا الدعاء اللي كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، علشان نقدر نحفظه مع بعض ونقوله في الصبح وبالليل، اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله صباحا ومساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي
وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. يبقى اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، شوف أمامي بين إيدي خلفي أمامي يميني شمالي فوقي، وأن أغتال من تحتي. الست جهات ومعهم كمان الاغتيال من التحت. ومن الاغتيال من تحت يعني إيه؟ يعني أن يدبر لي مكيدة لا أعلمها أو يخسف بي. أدي معنى كلمة أن أغتال من تحتي، إن حد يعمل علي مكيدة أنا ما أعرفهاش أو أن يخسف بي. يبقى ده الحديث ده صحيح، كان يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوات في الصباح وفي المساء. يبقى العفو هو محو الذنوب، وما أحوجنا جميعا إلى هذا العفو. وعفو الله جل وعلا على أمرين، الأمر الأول الفضل، وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى أول شيء في العفو فضل ربنا علينا عظيم. ثاني شيء أن الله يمحو هذا الذنب فلا يذكره أحد، انتهى. ولذلك النبي المولى جل وعلا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم العفو، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم العفو، وكلكم تعلمون مدى عفو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه ويعطي من حرمه. كلكم تعلمون كيف كان يعفو ويصفح ويسامح، حتى أنه في تقسيم الغنائم أعطى أناس ولم يعطي آخرين، فقال رجل من الأنصار والله قسمة ما أريد بها العدل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فغضب غضبا شديدا وقال ومن يعدل إن لم يعدل رسول الله. أنتوا بتقولوا علي أن أنا مش عادل، ومن يعدل إن لم يعدل رسول الله. فبكى الصحابة عندما سمعوا هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعفو عن من ظلمه وكان يعطي من حرمه. أدي النبي صلى الله عليه وسلم ما أحوجنا الآن إلى هذا العطف. عندما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أرأيت رجلا قد ارتكب أو عمل كل الذنوب، كل الذنوب حتى أنه لم يترك شيئا، ومن ذلك أنه لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أأسلمت؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسول الله. قال له أبشر فإن الله قد غفر لك، افعل الخيرات واترك السيئات، يبدل المولى جل وعلا السيئات خيرات. فقال الرجل إن لي غدرات وفجرات، قال سيغفرها الله لك. فمضى الرجل على رسله وهو يقول الله أكبر، فظل يكبر حتى توارى عن القوم. يبقى ذنوبك عظيمة جدا. عندما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وسقط حاجبيه على عينيه، يعني كبر في السن خالص لحد ما الحاجبين بتوعه سقطوا على عينيه، فقال يا رسول الله لقد فعلت ذنوبا لو وزعت على أهل الأرض لأهلكتهم. أنا عملت ذنوب لو وزعت على أهل الأرض لأهلكت أهل الأرض كلهم، فهل لي من توبة؟ قال أسلمت. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال أبشر فإن الله قد غفر لك ذنوبك، فإن الإسلام يجب ما قبله. شوف يا أخوانا قول لا إله إلا الله ما أحوجنا إلى عفو الله، ما أحوجنا إلى رضاء الله. المولى جل وعلا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم العفو، أعف عنهم
استغفر لهم، شاورهم في الأمر. ويأتي العفو في معظم الآيات في القرآن الكريم، 25 موضع تلاقوا العفو أتى في مواضع مهلكة، مواضع مهلكة يعني مهلكة. هاتوا 25 موضع تلاقوها كلها مواضع مهلكة فيها عفو الله جل وعلا. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عايزين كل واحد فينا يعفو عن أخوه، عايزين نتناسى اللي بيننا دوا، عايزين كل واحد ينظر إلى أخيه على أنه قطعة منه. كفاية كده، ليه مش قادرين نسامح بعض؟ ليه مش قادرين نعفو عن بعض؟ لأن الدنيا أكلت مننا الكثير، لأن الدنيا أكلت قلوبنا، أخذنا منها الكثير، ومع ذلك لم نتعظ لا بما أخذناه ولا بمن سبقوا، لا اللي ماتوا بنتعظ بيهم ولا اللي معانا كمان مجدين عايزين تاني. طب ما مشوا وسابوا كل حاجات زي ما هي، لا خد معاها عمارة ولا ما خدش حاجة خالص. ما أحوجنا إلى العفو، ما أحوجنا إلى الرفق. يقول رب العزة جل وعلا لعبدي وهو يحاسبه، يقول العبد: يا ربي أريد حقي. فقال رب العزة جل وعلا لهذا العبد يوم القيامة: لقد فنيت حسنات أخيك. فيقول: يا رب خذ من سيئاتي واطرحها عليه، أنا عاوز حقي. ما هو هيجي اليوم اللي كل الحقوق هتتاخد، كل الحقوق اللي عليك هتدفعها. فقال: خذ من سيئاته وحطها عليه، أنا عاوز حقي. فقال المولى جل وعلا: انظر. فنظر فإذا قصر مشيد، فقال: يا رب لمن هذا القصر؟ لأي نبي هذا؟ قال: لمن يملك الثمن. قال: ومن يملك ثمن هذا يا رب؟ قال: أنت. قال: كيف يا رب؟ قال: بعفوك عن أخيك. إن عفيت عن أخوك القصر ده بتاعك أنت. قال: يا ربي ومالي وبه؟ أنا يعني هاخده من وراه، لو ما عفيتش عنه هاخد ايه ده؟ انا اعفو عنه عشان اخد القصر ده. قال: عفوت عنه يا رب. قال: خذ بيد اخيك وادخل الجنه سويا. لازم يكون في عفو بيننا، محبه بيننا، لازم يكون فيه بيننا امل لبكره، لازم كل واحد فينا يبص لاخوه. كفايه كفايه بقى قلوبنا اتملت بالحقد والغل والكره من بعض، لدرجه ان الواحد فينا مش عاوز يقف جنب اخوه في الجامع في الصلاه. اللي جه واقف في صف بيسيب الصف كله ويرجع في صف تاني. خدنا ايه من ده كله؟ ايه اللي خدناه لما قلوبنا اتملت بالسواد؟ ما خدناش حاجه خالص، تعبنا. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الفتح على كل اللي عملوا معاها اهل مكه قال: اذهبوا فانتم الطلقاء. عفى عنهم وسامحهم، قال لهم: روحوا خلاص، انتم طلقاء الله، انتم العتقاء امام الله. عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، سامحهم. ليه احنا ما نتسامحش مع بعض؟ ليه كل واحد فينا النهارده باصص لنفسه بس والبيت ولعياله بس؟ واللي يجي اخوه في ضيقه ما بيسالش. لازم نراجع نفسنا، لازم كل واحد يراجع يقف مع نفسه وقفه. طيب ايه السبب اللي انا فيه؟ ايه السبب اللي وصلني للدرجه دي؟ ايه السبب اللي خلى الناس عملت فيا كده؟ كل واحد يقف مع نفسه ويفكر ليه؟ كان في ايدي في يوم من الايام اعفو عن فلان ما عفتش، كان في ايدي في يوم من الايام اسامح ما سامحتش، كان في ايدي في يوم من الايام كل الناس دي تبقى حواليا سابتني ليه؟ كان في ايدي في يوم من الايام الكل ده يجي تحت رجليا ويقعد. النهارده انا مش طايل حد حتى اكلمه. كل واحد يقف مع نفسه وقفه. العمر بيجري والسنين بتجري والساعات ما بتجفش، كفايه كده. الامور وصلت لمنتهاها، لا هنعيش قد اللي عشناه، ولا الصحه هتساعد، ولا اي شيء هيساعدني. يبقى ارجع لربنا، اعفو، اسامح. مفيش مشكله ان انا اخضع للي اقل مني، ان اتنازل للي اقل مني، لان اللي اقل مني ده في عينيا انا
ربما يكون عند ربنا أعلى مني وأفضل وأحسن. لازم نسامح يا أخوانا. ادعوا الله في السر وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين. هكذا يقول رب العزة جل وعلا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم العفو، ويطلب أيضا من العباد العفو، فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. اعفوا واصفحوا، مش عاوزين ربنا يغفر لكم ويسامحكم. سيدنا أبو بكر الصديق رضوان الله عليه عزم ألا يعطي مصطح ابن أثاثة النفقة التي كان ينفقه، ومصطح ابن أثاثة ده ابن خالد سيدنا أبو بكر، ومصطح ده أو مصطح ده هو اللي روج الشائعة عن السيدة عائشة في حادثة الإفك، واتهمها بالزنا وبالفاحشة، وأشاع في أهل المدينة مصطح ده. ومع ذلك سيدنا أبو بكر حلف ما يديله لقمة واحدة من بيته. ربنا عاتب سيدنا أبو بكر، قال له فاعفوا واصفحوا. هو عمل كده في بنتك؟ أيوة، لكن البراءة جت من عندي أنا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى يا رب، أحب أن تغفر لي، والله إني لا أقطع عنه المعونة ما عشت أبدا. أيوة، من سامح؟ طيب إيه اللي خدناه من ده ولا من كده ولا من كده؟ نسامح ونعفو. واحدة ست لسه يعني قاعدة معايا أول امبارح، عليها ديون 5000 جنيه، 5000 جنيه، وجعت من تاني الدور، مركبة شرايح في ظهرها وشرايح في رجلها كلها لحد ركبتها تحت، مركبة شرايح مسامير، وعليها 5000 ديون، ومعاها ولد بتغير له نظارة كل 4 شهور، عنده 3 سنين ونص، وبعد 18 سنة هتعمل له تعديل نظر وكذا وكذا، يعني مواويل كبيرة. وزوجها ركب توك توك 3-4 مرات يركب مع التكاتك دي، وفي الآخر خالص كل ما يركب يعمل حادثة، الناس عشان ايه؟ عشان ضعف نظره، ما بيشوفش، بيشوف طشاش، الناس ما بيرضوش يشغلوه، قاعدين في أوضة. أنا مصور الكلام ده معايا على الموبايل، اللي عايز يشوف المنظر ده بنفسه ويروح على الطبيعة يجي أنا أوريهوله، عشان تشوفوا بيوت المسلمين، عشان تشوفوا بيوت اخوانكم عايشين ازاي. ناس عايشه مش عايشه مش عايشه زيكم، مش عايشين اصلا. الراجل ما بيشوفش شبره قدامه، الولد مريض، الست نفسها وجعت من تالت دور بجسمها مدغدغ مكسر، معاهم عايله صغيره تاني. اقسم لكم بالله الليله اللي جات فيها مكان في بيتهم جنيه واحد يصرفوه، عليهم 5000 جنيه ديون، كل طلباتها تقول عايز اسدد بس الديون، يجي اوريهم الناس اللي هم وكاتبها لي في ورقه، خد الورقه هي وسدد انت بنفسك يا عم الشيخ. عايزين حد يجي جنبنا يساعدنا. ادي بيوت المسلمين، ادي اللي وصلنا له يا اخوانا، ادي اللي وصلنا له، علشان ما فيش حد فينا بيسال عن التاني، ما فيش حد فينا بيشوف احوال التاني. أخوك ابن أمك وأبوك اللي اتولدت أنت هو من بطن واحدة كارهه، أختك كارهها، ليه ما نقفوش ونصفح عن بعض؟ ليه كل واحد فينا ما يقفش على أخوه ويسامحه؟ ليه ما بنسألش؟ ليه يا أخوانا؟ إيه اللي حصل لنا؟ أنتوا خير أمة أخرجت للناس، أنتوا أفضل أمة أخرجت للناس، انتوا الأمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيفتخر بيكوا قدام الناس، انتوا أول أمة تدخل الجنة عن الناس، انتوا أول أمة تحاسب عن الناس، انتوا اللي ربنا اداكوا الخيرية عن الناس، انتوا اللي كان أصولكوا تبقوا أول أمة. النهاردة بقينا آخر الأمم. منين؟ نسأل نفسنا، طيب فين العفو اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة؟ فين الصفحة اللي بنتكلم عنه؟ فين التسامح؟ فين السؤال عن المسلمين؟ فين السؤال عن الفقراء والمحتاجين؟ مين النهاردة بيسأل عن واحد فقير؟ مين النهاردة بيروح لواحد فقير؟ الأمثلة كثيرة جدا، إنما المنظر اللي شفته أول امبارح ده
بكاني بكاني لما ادخل بيت واحد الاقي حاطط مرتبة على الارض بينام عليها هو وعياله، ادخل المطبخ بتاعه الاقي 3-4 روس توم كده وكم بطاطسايه في المطبخ كله وشويه عيش ناشفه. يا اخوانا بيوت المسلمين، بيوت المسلمين محتاجه ان احنا نبص لبعض، نسامح علشان ربنا يسامحنا. لو ما عفناش عن بعض هنفضل طول عمرنا كارهين بعض، لو ما سامحناش بعض هنفضل طول عمرنا في الحضيض. بيوت المسلمين محتاجه نظره ليكم ومنكم، محتاجه ان انتم تسالوا عن بعض، محتاجه ان احنا ننسى اللي فيه اللي سبب تفرقتنا عن بعض، محتاج ان احنا نكون ايد واحده. لازم يا اخواننا نسامح ونعفو ونصفح. لازم كل واحد فينا النهارده مش عارف بكره هيبقى ايه، انت مش عارف النهارده على الارض بكره هتبقى فين، النهارده فيك صحتك بكره ما انتش عارف الصحه هتبقى فين، النهارده ايدك بتتحرك بكره ما انتش عارف هتتحرك ولا لا، النهارده لسانك بينطق بالشهاده بكره ممكن ينطق ولا لا، النهارده انت عايز في عز ونعيم بكره هيبقى فيه قبر، فيه دود، فيه ظلمه، النهارده بتتمتع بتاكل وبتشرب بكره هتتحاسب على كل ده. كل نص اكله واحده ودي الفقير النص التانية، البس جلابية واحدة ودي الفقير التانية. انا بقولها لكم ان خلاص خلاص الفقراء في البلد كترهم، المحتاجين كتره، البيوت اللي انا اعرفها النهاردة اقسم بالله الناس بتاخد سلف 500 جنيه عشان تسدد كل شهر 50 جنيه، عشان تعمل حتة مشروع تاكل منه لقمة عيش على في الشارع، يجيبوا شوية طماطم ولا شوية بطاطس يبقوها. يا اخوانا ياما بيوت، اقسم بالله ياما بيوت في المسلمين مش لاقية تتعشى، ده انا بقسم لكم بالله العظيم ياما بيوت مش لاقية تتعشى. تعالوا نوريها لكم بنفسكم، انتوا اصرفوا انتوا عليهم، انتوا تولوهم انتوا وخلوكم انتوا مع يعني آية في الأرض. تعالوا يا اخوانا والله اوريكم البيوت دي، وعيشوا انتوا مع الناس دي واصرفوا انتوا عليها وشوفوهم عايزين ولا لا، محتاجين ولا لا، بيقدر يدفع فلوس النور اخر الشهر ولا بيعملوا ايه؟ نايمين ازاي؟ بياكلوا ازاي؟ بيشربوا ازاي؟ ربنا ان شاء الله تعالى يصلح الفساد القلوب. ادي اللي نقدر نقوله. بس في النهايه انا طبعا اخويا وحبيبي وقرة عيني سيادة اللواء إبراهيم عبد الهادي الموجي ابن بورسعيد المدينة الباسلة، نائب مدير الأمن سابقا ورئيس الأمن العام قطاع الأمن العام في المنيا وغير المنيا، ربنا يكرمه النهاردة شرفنا بورسعيد ونكل له كل الاحترام، خدم البلد خدمات جليلة جدا وله بصمات في محافظة المنيا وغير محافظة المنيا وربما يكون في محافظات مصر كلها، وخدم هذا الوطن الجليل. نسأل الله جل وعلا له أن يعطيه ما يحب ويرضى وأن يكرمه دنيا وآخرة وأن يبارك في أولاده وأولاد المسلمين وأن لا يحرمه من رؤية حبيبه المصطفى في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل حسناته مليئة بالميزان وأن يبدل سيئاته حسنات، وأن يعطيه بكل حرف قرأه أو تلاه في كتاب الله جنة ونعيما. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم قض عنا ديوننا، اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تكشف الستر عنا، وصل اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
سترك حرمتك ولا الله أكبر الله أكبر سوى تدل يرحمني ويرحمكم الله واسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين